قلوب المواطنين مقبلة على الإسلام بشكل ملفت للنظر، حتى يعني إن الذين يدخلون في الإسلام يبلغ عددهم أكثر من 1000 شخص كل شهر، أكثر من 1000 شخص كل شهر يعتنقون الإسلام. طب فضيلة الشيخ، عندنا فرق دعوية. نعم فضيلة الشيخ موسى، عذر المقاطعة لأن ما تقولها وبخطة طبعاً وبخطة منظمة. نعم أيوة، أنا أؤكد على هذا وأقول بأن الذين يدخلون في الإسلام في شهر هذا يبلغ عدد يعني 1000 شخص، 1000 شخص، 1000 شخص يدخل في الإسلام كل شهر، وأنا أريد أن أؤكد على هذا. هذا فقط بسبب الإمكانيات المحدودة لدينا، وإلا لو كانت عندنا فرق أكثر والدعاة وفيه يعني دعمهم ولكان العدد أكبر بإذن الله تعالى. لأن وهذه عندنا إحصائيات، يعني ليست شيء خيالية وإنما إحصائيات موجودة، وعندنا سجلات يعني للمعتنقين إلى الإسلام، وعندنا مراكز. مثلا سأقول لكم، عندنا 7 مراكز لتعليم المهتدين الجدد شهريا يمر بها أكثر من 400 شخص في كل شهر، الذين يتمكنون من الالتحاق بالمراكز، لأن هناك من عندهم ظروف أسرية، ظروف عملية، لا يتمكنوا من الالتحاق بهذه المراكز لمدة شهر بتفرغ. وهؤلاء نعلمهم المبادئ الإسلامية عبر مساجدهم التي يجاورونها. وأيضا طرق نشر الإسلام في رواندا، عندنا ما يخص بالقوافل الدعوية أو المناظرات الدعوية، وهذا يعني نستخدم وسائل تعريف بالإسلام عبر مناظرات بين دعاة نصارى ودعاة المسلمين، حيث مثلا يختارون ويتفقون مسبقا على مكان إقامة المناظرة، ويتم يعني التعريف بهذه المناظرة ودعوة إليها مسبقة، ويحضرها الناس يعني من أهالي المنطقة التي تقام فيها، ويبدأ هؤلاء الدعاة يعرضون، يطرحون مثلا، نقول كمثال، يختارون موضوعا، لنقل مثلا ألوهية عيسى. مثلا هؤلاء الدعاة من النصارى يثبتون أن عيسى إله يعبد، ودعاة المسلمين سيطرحون ما لديهم، يثبتون أن عيسى بشر وهو عبد الله ورسوله عليه السلام، ثم يناقشون هذا الموضوع، كل واحد يعطى مدة من الزمن بالتساوي، ثم المشاركون الحضور في نهاية المناظرة يسألهم هؤلاء الدعاة من الذي اقتنع بالإسلام حتى يعتنق الإسلام. ومن خلال هذه المناظرات يعني يعلن عدد كبير الإسلام ويعتنق الإسلام، والحمد لله. وقد نجحنا في هذه المناظرات حيث دخل عبرها عدد كبير من المواطنين الذين اقتنعوا وأعجبوا بالإسلام. وباختصار ممكن، نعم، دخل الإسلام إلى رواندا في أواخر القرن 19، وبالتحديد يعني كان في 1897 ميلاديا، وطبعا دخل عن تجار العرب المسلمين الذين قدموا من بلاد مجاورة مثل تنزانيا وكينيا، هذه الدول يعني الساحلية، ودخل هؤلاء لأغراض تجارية. لعلم يعني لعلمكم، لم ينتشر الإسلام عن طريق الدعاة بشكل منظم، وإنما دخل عن طريق التجار الذين قدموا إلى هذه البلاد لأغراض تجارية. ولما وصلوا في البلاد وظفوا وشغلوا بعض المواطنين، فيعني اقتنعوا بأخلاقهم الحسنة وقيمهم في التعامل، فاقتنعوا بالإسلام وبدأوا يعلنون ويعتنقون الإسلام. هذه الطريقة الأولى التي عبرها دخل الإسلام إلى هذه البلاد. الطريقة الثانية، لما وصل هؤلاء التجار طبعا تزوجوا يعني من الروانديين، وصار هناك يعني انسجام يعني بين هؤلاء والأسر الرواندية، فلما تزوجوا من الروانديين أيضا أسلم هؤلاء
عن طريق هؤلاء الذين تزوجوا من هذه الأسر. وهذه الطريقة الثانية يعني التي عبرها دخل الإسلام إلى رواندا. باختصار أيضا كان هناك عدد قليل من الجنود التابعين للمستعمر الألماني، كان منهم بعض عدد من المسلمين، وأيضا هؤلاء من الذين دخلوا إلى رواندا كالمسلمين في هذه الفترة من الزمن.